السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم أيها الإخوة والأخوات. يوم الخميس 20 من ربيع الأول 1437 هجري، 31 من كانون الأول ديسمبر 2015. أيها الإخوة الأكارم، توضيح بسيط وتلخيص لفيديو الأكل اللحوم غير المزكاة زكاة شرعية، المزكاة زكاة شرعية في بلاد السويد، وأنا أتكلم عن السويد لأنني أعيش هذا الواقع وأتكلم عنه. التلخيص هو على الشكل التالي: أصل وجهة النظر عند الإنسان المسلم هو الحلال والحرام، الأصل بالأفعال التقيد بالحكم الشرعي، ينبغي للمرء أن يعلم الحكم الشرعي قبل أن يقوم بالعمل. الحكم الشرعي إما أنه حلال، أي نعم، إما أنه فرض أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام. أنت تريد أن تأكل هذا اللحم، يجب عليك أن تسأل: هل حكمه، هل يجوز أكله أم لا يجوز؟ تمام، هذا الفعل. أما الأشياء فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل شرعي على التحريم. تمام، طيب، نحن نعلم أن اللحم إن لم يكن مصدره يعني حيوان هو من الضأن مثلا أو العجلي أو الجملي أو الدجاجي، إن لم يكن مذكى ذكاء شرعية، أي مذبوح ومسمى عليه باسم الله، فهذا لا يجوز أكله. تمام، هذا خلص، وصلنا. أنت هذا اللحم هل هو حلال أم غير حلال؟ إذا حلال تأكله، إذا مو حلال لا تأكله، انتهى الموضوع. المشكلة التي وردت أني ذكرت بالفيديو أنني لا أريد أن أحد أن يعلق. لماذا؟ يا إخوتي، أنتم تعلمون هناك مدارس فقهية مختلفة وعلماء، وأحيانا يختلف رأي هذا عن رأي هذا، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، نعترف به. ولذلك قلت: أخي أنت اتبع المذهب الذي تتبعه، مثلا أنت شافعي اتبع الإمام الشافعي، أنت حنفي اتبع الإمام أبو حنيفة، أنت مالكي اتبع الإمام أبو مالك، أنت حنبلي اتبع الإمام أحمد، ما في مشكلة، أو غيرهم من المجتهدين كالأوزاعي أو غيرهم، أي مجتهد أنت ترى فيه أهلية الاجتهاد تتبعه، ما في الشغلة أي مشكلة. عرفت كيف؟ هذه هي النقطة. أنا الذي قلت لا أريد تعليق بمعنى الجدل وليس السؤال، السؤال مرحبا به لأن فيه فائدة، أما الجدل، المشكلة في الجدل يا إخوتي أننا لا نتحمل رأي الآخر، مباشرة نبدأ نسب، هذا يكيل السب على هذا المذهب وعلى هذا العالم، وهذا يكيل السب، وتحدث مشاجرات، وأنا لا أريد ذلك على صفحتي، لأن صفحتي هي لخدمة الناس ولنشر محبة بين الناس، وأنا بالنسبة لي كل ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، فهو مسلم عندي. اختلفت معه في الرأي، أسأل الله له مثلا أن يرشده إلى ما أراه أنا أنه هو الصواب، يعني رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، يجب دائما أن نأخذ بهذا الأمر، ولكن ليس هناك داعي أن نجعل هذه الصفحة التي غرضها الإفادة العملية للناس مكانا للمجادلات والأخذ والعطاء. هناك صفحات أخرى فقهية مثلا، اذهب إليها ما في مشكلة. إذن ليس الأمر أنني أنا أريد أن أفرض رأيي، أنا ليس لي رأي في الموضوع، أنا ألتزم بالحكم الشرعي، أنا واجب علي ألتزم بالحكم الشرعي كما قلت لكم، وأنا أرى التبني الذي أراه بالنسبة للحكم الشرعي أنه لا يجوز أكل هذه اللحوم غير المذكاة ذكاة شرعية،
لأنها إما أن تكون موقوذة أو منخنقة أو متردية، لا أريد أكلها لأنها محرمة تحريما في القرآن الكريم. النقطة الثانية هي موضوع التقليد. الأخ اعترض، قال لي نحن ليس عندنا أمر تقليد. هذا موضوع كبير جدا، وإن شاء الله سوف أشرحه لكم بمقاطع عديدة. أريكم فقط هذا الكتاب، هذا الكتاب للإمام الشوكاني، اسم الكتاب القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، لأن العلماء كانوا يرفضون التقليد، بمعنى التقليد دون معرفة الدليل من الكتاب والسنة، وكانوا يعني لأنه كان الناس عندها علم بالعلم الشرعي، وكانت على تحفظ كتاب الله ومطلعة على الأدلة التفصيلية، فأي إنسان كان يتبع حكم شرعي كان يعلم دليله من الكتاب والسنة. لكن الآن الواقع، أنا أتكلم عن الواقع، الواقع أن هناك كثير من الناس من العامة لا تعلم، في منها لا يعرف القراءة والكتابة، فكيف له أن يكون يعني عنده، هو يجب عليه أو يتوجب عليه أن يتعلم، لكن الآن هو غير متعلم، ماذا يفعل؟ يسأل أهل العلم. فأهل العلم، أنا ما فرضت على أحد أنه يقلد هذا أو يقلد هذا، أنا قلت كل إنسان يثق بإنسان مجتهد، مثلا أنت الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام الأوزاعي أو غيرهم من المجتهدين، حتى إذا كنت تعلم تسأل أيضا العلماء، العلماء هم يقلدون مجتهدين، مثلا هذا العالم يقلد المجتهد، يقلد الإمام الأوزاعي، هذا يقلد الإمام أبو حنيفة، تسأله فيقول لك على قول أبو حنيفة هذا هو الأمر، حتى تصل إلى الحكم الشرعي. إن شاء الله سوف أشرح لكم موضوع التقليد والاجتهاد. موضوع التقليد والاجتهاد هناك بحث رائع في هذا الكتاب، الكتاب اسمه الشخصية الإسلامية، الجزء الأول للشيخ تقي الدين نبهاني، هذا فيه بحث رائع جدا عن الاجتهاد والتقليد، أنصح كل إنسان يطلع عليه لأن فيه خيرا كثيرا. وإن شاء الله سوف أسجل لكم بضع مقاطع أشرح فيها موضوع الاجتهاد والتقليد إن شاء الله، في إن أتاح الله لي وقتا ورزقني القوة والصحة على ذلك. إذن يا إخوتي أرجو منكم، أنا لم أقصد في كلامي في المقطع الأول أنني أريد أن يعني أكون متسلطا أو دكتور، بالعكس أنا إنسان كما تعلمون أحبكم وإنسان بسيط، أحب المساكين وأعمل لخدمة المساكين وأحاول أن أساعد المساكين، ولكن أنا أحب الناحية العملية، لا أحب الجدال النظري لأن له أماكنه الأخرى ليس هنا. جزاكم الله خيرا وسامحونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.